رزقكم امتدادكم الطبيعي. شلون شوي بلتفت لي هذا الرأي؟ هذا الرأي يعني يقول رزقكم أولاد، لأن الإنسان لما يطلع من الدنيا وما عنده أولاد يقول خلاص هذا درج انتهى كل شيء، أو درج انتهى انطفى بيت خلاص. لكن إذا عنده أولاد يتناشلون، لا، أكو عنده امتداد الطبيعي. ولذلك أنت لما طب إلى بيت ما بي طفل، يعني طب إلى مقبرة، يعني الله يساعد اللي لعل الله عز وجل ضاملهم ما أدري أجر أو هذا، لأن الله عز وجل ما يبتلي واحد إلا يعطيه مقابلة أجر، مو الشكل. قطعا إذا ابتلى واحد بشيء فقد نعمة من النعم، حتما لازم يعطيه أجر أكبر منه، لأنه إذا يعطيه مثله يصير عبث، وإذا أقل منه يصير ظلم، لازم يعطيه أفضل، مو الشكل. فالباري تبارك وتعالى يمتن على عباده، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا لما رزق ولد، أنت لما طب الله وكيلك بس الطب للبيت وتسمع طفل يضحك تحس أن الدنيا تضحك، مو الشكل. يقول أحد الأدباء: يا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كنودا وأحببه وإن كان مذنبا. ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج بالإعنات وجها مقطبا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ظامئ الرمل أعشبا. فعلا فعلا، إذا طب للبيت تسمع طفل يملأ البيت غبطة ويملأ البيت نعيم، تشعر بالحياة تدب. فذول الامتداد الطبيعي إذا الله عز وجل منح الإنسان أولاد وذرية. ولذلك القرآن يعلمنا أن ندعو بهذا الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.